هذا وقال المعلمون النازحون إنهم يمرون بظروف صعبة جراء توقف الرواتب، وأشار المعلمون إلى أن بعضهم قضوا أياما تعيسة خلال شهر رمضان وإجازة العيد، داعين إلى سرعة صرف مرتباتهم المتوقفة وإيقاف معاناتهم. رواتبنا إلى الشهر الخامس على التوالي وهي متوقفة تماما، يعني أتى رمضان ونحن وأسرنا بحاجة إلى مصاريف، أتى بعدها العيد، أغلقنا على أطفالنا أبواب منازلنا، يعني تعرف ما هي متطلبات العيد ومستلزمات العيد. الآن قادم العيد، العيد عرفة، وأيضا ونحن على ما نحن عليه نطالب أيضا بصرف الزيادة المعتمدة من 2018 لكل المعلمين، لكل موظفي الدولة. نطالب أيضا بمساواتنا مع زملائنا الموظفين بالعلاوات والتسويات والزيادات، هذه كلها حرم منها المعلم المنقول والنازح. نطالب من الحكومة الشرعية، هذه الحكومة الظالمة، نطالب منها صرف رواتبنا يعني أسوة ببقية الموظفين. خمسة أشهر إلى الآن ونحن بدون رواتب ولا نعلم لماذا. بالطبع المطالب هي صرف الرواتب شهريا، اعتماد الزيادة 30%، وكذلك أيضا اعتماد العلاوات أسوة ببقية إخواننا الموظفين، بحيث أن هؤلاء النازحين كما تشاهدونهم الآن يعني يعانون الأمرين جراء هذا التأخير.